فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح زواج الصغير قبل التمييز فيزوجه وليه؟ هل يصح تزويج الصغير قبل التمييز؟ نعم، أبوه يزوجه، أبوه يزوجه ويتولى طرف العقد عنه إذا كان هذا من مصلحته، إذا كان هذا من مصلحته، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين. نعم، ما ميزت 6 سنين، ما ميزت. نعم. فضيلة الشيخ، هذا خاص بالأب، هو اللي يزوج الصغيرة أو الصغير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.